السلام على سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه. كم هو جميل جدا أن يتوج المرء مسيرته المهنية بوسام ملكي سامي، تشريفا له على ما قدمه من عمل وتكريما له على المجهودات التي قام بها في خدمته العدالة. بهذه المناسبة أرفع آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وأن يحفظه ويقر عينه باسم ولي عهده الأمير مولاي الحسن وسنوه الرشيد المولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن خلاله إلى المجلس الأعلى المحترم على اقتراحهم لنا من أجل الفوز بهذا التكريم المولوي السامي، فشكرا لهم ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وشكرا لكم. عبد الله شوال، مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس. مهما بحثت في بحر اللغة وقاموسها عن العبارة التي تجسد مشاعري عن وفرحتي بهذا اليوم الذي أنعم علي خلاله صاحب جلالة القاضي الأول بوسام الاستحقاق الوطني درجة استثنائية، فلن أجد هذه العبارات، لأن ما أشعر به وبداخلي وبكياني والكلمات تحاول فقط أن تجسد بعضا من هذه المشاعر. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في مساري وما تبقى لي في مجال عملي، وأن كذلك أن أوفق في مواصلة نفس العمل الذي والمجهود الذي بذلته طيلة هذه المدة. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوسام خيرا لي ولأسرتي الصغيرة، وطبيعة الحال كلمات هي تتضافر ولا يمكنني أن أجد الكلمات التي ستفي بحقي في هذا المجال. وأقتصر بهذا القدر لأنني لا زالت السعادة بداخلي ولا يمكنني أن أحصرها في كلمات بسيطة. طبيعة الحال أي واحد أي قاضي إلا ينتظر مثل هذا اليوم، وبدون شك أن العمل المتواصل والجبار سيؤدي إلى محالة، إلى أن تتم هذه الالتفاتة المولوية وينعم عليه بوسام من وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الاستثنائية. شقاني حسني، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس. أنا سعيدة جدا بهذا التكريم وهذا التشريف الذي أنعم به علي صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، بهذا الوسام الذي أعتبره فخرا وتاجا فوق رأسي، وأعتبره حافزا للعمل الجاد والمواصلة للعمل من أجل العدل والعدالة. وأتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الجلالة حفظه الله ونصره وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولكافة المسؤولين القضائيين، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.